الحياة الصحية دائما مرتبطة بتناول الفاكهة والخضار كذلك. تناول الفاكهة كذلك هو وسيلة فعالة لبناء الحصانة وكذلك الحفاظ على الأسنان الصحية. معك أستاذة حنان أزرقي مختصة في التغذية والحمية. وبما أنه المناسبة شرطة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان غناخدو غنتكلمو وغنوضع يدين على بعض العناصر الغذائية المهمة خصوصا في الفواكه اللي كتساعد على صحة الأسنان. أهلا وسهلا بك أستاذة حنان. اهلا بك اخت جيان, اهلا بالمستمعين الكرام وكذلك الطاقم التقني. مرحبا مرحبا باستاذه, ونبغي نقول لك كذلك تكوني سعيده باذن الله اليوم العالمي للسعاده كذلك اليوم. فانا كنتمنى من قلبي السعاده للجميع, الواحد يكون فرحان يكون ناشط ويكون مهني. هذا هو كذلك هدفنا من خلال هذا البرنامج, انه يكون ترفيه وتكون كذلك توعيه وتحسيس من خلالكم استاذه حنان. على اختك الاخت جيان, انا كنتمنى لكم السعاده للجميع والجميع جميع المستمعين ديالنا والمستقبل المستمعين على جميع المستمعين, ولكن حنا كنأكدوا اكثر المستمعين ديال اللقاء المفتوح اللي كيسمعنا بزاف. داك مرحبا. دونك اليوم كما هضرتي اخت جيان قلتي لنا اليوم العالمي لصحه الفم والاسنان. دونك خصنا نهضروا على التغذيه ديالنا كيفاش نحافظوا على الاسنان ديالنا. دونك بالنسبه للاسنان كيشكلوا واحد العنصر اللي هو مهم في الجسم ديالنا. علاش؟ لانهم عندهم واحد الدور فعال فعال جدا في الهضم. نعم, لانه يعني ماش كيبدا الجهاز الهضمي ديالنا الا ما كانوش الاسنان ديالنا في صحه جيده اوتوماتيكمون الهضم ما كيتمش بطريقه اللي هي صحيه وطريقه اللي هي سليمه. نعم. اول حاجه ملي كنكونوا كناكلوا كندخلوا على الفم ديالنا كيبدا كتبدا عمليه المضغ, وملي كتبدا عمليه المضغ كيتم كذلك انتاج معها لا ساليف اللعاب. نعم اللعاب. دونك ملي كينتج هاد اللعاب هذا اللعاب الانتاج ديالو ما كيكونش غير هكاك سبحان الله, لان الانتاج ديالو شنو كيساعد؟ كيساعد على حمايه الاسنان من نقصان من المعادن لا ديمينيراليزاسيون ديال الاسنان. نعم. حنا ملي كناكلو التغذيه كنجيبو بزاف ديال العناصر الغذائيه, كنجيبو سكريات كنجيبو احماض الى غير ذلك. هادو كاملين شنو كيديروا؟ الا ما كانش انتاج ديال لا ساليف انتاج ديال اللعاب كيتاتاكا لينا الاسنان, شنو كيوقع لهم؟ كينقص لهم الصلابه ديالهم. نعم. داك بحال دابا شي واحد بحال كنقولوا هشاشه العظام كذلك هشاشه الاسنان. نعم. هشاشه الاسنان. نعم. داك دونك بالنسبه للتغذيه ديالنا كيفاش حنايا خصنا ناكلو وشنو هما الاغذيه اللي خصنا نركزو عليها؟ حنا بالنسبه للجسم الاسنان ديالنا كتكون كيتم انتاج واحد البكتيريا. هاد البكتيريا هادي كتنتج لنا اوتوماتيكمون في الاسنان, مش كتغذى لنا كتغذى من السكريات. دونك مثلا بالنسبه للاسنان لما كنهضرو على بكتيريا اوتوماتيكمون هي اللي كدير لنا تسوس الاسنان. نعم. داكوغ. ملي كنمشيو حنا كناكلو مواد اللي هي غنيه بالسكريات داكوغ اوتوماتيكمون هذاك البكتيريا كيتم الانتاج ديالها بطريقه اللي هي سريعه وكتاتاكي من الاسنان ديالنا. نعم. داكوغ. نعم. داكشي علاش حنا دائما ملي كنكونو نهضرو في التغذيه كنقولو من الاحسن الابتعاد على السكريات اللي كتشكل الطبق الاخير في الهرم الغذائي ديالنا. ماشي فقط لانها كترفع لنا السكر, مي كذلك كتزيد لنا من تسوس الاسنان. نعم. داكوغ. بالنسبه للاغذيه اللي نركزو عليها الالياف الغذائيه, دائما الالياف الغذائيه كنركزوا عليها هو من اجل حمايه الاسنان ديالنا خصنا ناخذوا تغذيه متوازنه. نعم. هذه ما فيها شك لاننا وي بيان سور لان خصنا نجيبوا جميع العناصر الغذائيه اللي كيحتاجها الجسم ديالنا وكنهضروا على الجسم راه داخل فيه الاسنان. نعم. داكوغ. نعم. علاش الالياف الغذائيه؟ لان الالياف الغذائيه كتساعد على انتاج اللعاب في في في, نعم. في الفم ديالنا. نعم. ملي كيتنتج لنا اللعاب بطريقه كثيره في الفم شنو كيدير؟ كييفاكوي لينا كاع دوك الاحماض اللي كناكلو في الغذاء. نعم. وبالتالي اين فوا كنيفاكيو دوك الاحماض والانزيمات اوتوماتيكمون كنحميو الاسنان ديالنا. نعم. داكوغ. خصني كذلك نتناولو الكالسيوم, هذه معروفه كنعرفوها من صغرنا بان الكالسيوم يقوي العظام والاسنان. هنا ملي كناخدو الكالسيوم كناكدو عليه لي برودوي ليتي الحليب ولكن بدون اضافه السكر. نعم. علاش؟ لان الحليب ديجا كيحتوي على اللاكتوز اللي هو سكر طبيعي. داكوغ. وكيجيب لنا كذلك الكالسيوم والفيتامين دي اللي محتاجين منهم باش يقووا لنا الاسنان. نعم. ولكن ملي كنضيفوا على اضافه هذاك السكر شنو كيوقع؟ كنستيميليو دوك لي باكتيري كيف كيقدروا ياثروا لنا كذلك على الاسنان ديالنا. نعم. دونك سي با لا بين اننا نضيفوا السكر مثلا السكر. نعم. السوائل خصوصا الحليب. نعم الحليب اكيد. نعم. دونك بالنسبه للخضر والفواكه هضرتي على الخضر, الالياف الغذائيه كتجي لنا من الخضر, الفواكه كذلك كتجي لنا الالياف الغذائيه. ما ننساوش كذلك بان الفواكه كتجيب لنا هي السكر. نعم. اللي هو السكر سريع الهضم اللي هو جيد للصحه ديالنا غناخذوا, ولكن خصنا اوتوماتيكمون ابخي ما
كناكلو نغسلو سناننا باش ما كنخليوش داك السكر. نعم داكوغ. بالنسبه للفريكتوز شنو هو لافونتاج ديالو؟ هو انه دغيا كيتهضم، يعني ما كيبقاش واحد الوقت كثير في الفم ديالنا. نعم. ولكن هادشي ما كيمنعش ان البكتيريا دغيا كتلذذ به، حتى هو عباره عن سكر سريع. دونك اوتوماتيكمون من مورا ما كناكلوش شي فاكهه خصنا نحكو سناننا، خصوصا خصوصا اذا كنا مثلا البومبلوموس والحوامض. علاش الحامض؟ لانه غني من الفيتامين سي. نعم. وسورتو بالنسبه للناس اللي كيتبعوا حميات غذائيه لانقاص الوزن، كياخذوا داك البومبلوموس والفيتامين سي على الريق. نعم. وكياخذوه كونسونتخي. ملي كتكون كميات عاليه ديال الفيتامين سي شنو كيوقع لنا؟ كتلقص لنا من صلابه الاسنان ديالنا، كتعطاكي لنا ديك ليمايل ديال الاسنان ديالنا. شنو هي الايمايل؟ هي اللي كتعطينا ديك لابغيونس في الاسنان. وهذيك الايمايل هذيك راه ما كاينش غير اوازاغ، كتحمي لنا الاسنان من التسوس ومن اي حاجه تقدر ترجعهم من الحشاشين. نعم. ملي كناخذ البومبلوموس ولا الحامض كيكونوا كونسونتخي كنهرسوا ديك الميه. نعم. كيف الاسنان ما كيكونوش بروتيجي. نعم. كيهاجموها. فوالا كيتهاجموا فاسيلمون، كيف كتقل الصلابه ديالهم وكيكونوا دغيا فخاجيل انهم يتسوسوا لنا، انهم يطيحوا كالاسنان تهرس لك السنه الى غير ذلك. نعم. داكوغ. كذلك بالنسبه للناس اللي كيشربوا الشاي والقهوه بكميات اللي كثيره. نعم. وسيرتو كيشربوه سخون. نعم. كيشربوا الشاي سخون. نعم. اي حاجه سخونه راه كتعطيك لنا لي ماي ديالنا. نعم. وما كنبقاوش نحطو فيها حتى كذلك، يعني وامراض اللثه كثيره جدا لاله حنان ازرق. هاد امراض اللثه منين كتجي؟ بالخصوص. نعم. من عدم نظافه الاسنان. نعم. داكوغ. يعني وكيكون تسوسات في الاسنان، يعني الشخص ما كيمشيش يدير حرص ديال التنظيف ديال الاسنان ديالو الى غير ذلك. والمشروبات الساخنه. فوالا المشروبات الساخنه. نعم. المأكولات الساخنه هاد الناس كياخذوا لا فيتامين سي، لا فيتامين سي كتحمينا من اننا لي سينيومون هذاك سيلان الدم من الفم. نعم. فوالا. ولكن ما كناخذوهاش كونسونطري، كتكون ديلوي. احنا واخدين عصير الليمون. الليمون نزيدو ليه الماء. نعم. الليمون ماشي مشكل، بالنسبه للليمون حيت ما كيكونش كونسونطري ماشي بحال الحامض. البومبلوموس والحامض. والحامض. نعم. فوالا. هادوك كنزيدو لهم الماء باش كنخففوهم. نعم. وكنستافدو من لا فيتامين سي، وكتقلل لنا كذلك من داك النزيف ديال لاجونسيف اللي كيكون عند هاد الاشخاص هادو. بالنسبه للناس كذلك اللي كياخذوا المشروبات الغازيه. بالنسبه للناس اللي كياخذوا المشروبات الغازيه، ملي كنهضروا على المشروب الغازي شنو كيجيب لينا؟ كيجيب لنا سكريات صناعيه اضافه الى اسيد فوسفوري. داكوغ. هاد الاسيد فوسفوري والسكر شنو كيديروا لنا؟ كيأتاكي لنا الاسنان. نعم. اوتوماتيكمون كيدير لنا تسوسات حيت ديك الميه كتمشي. داكوغ. بالنسبه كذلك الناس اللي كياخذوا الكول. يعني الناس اللي كياخذوا الكول شنو كيوقع لهم؟ كتوقع لهم واحد لا ديزيدغاتاسيون، جفاف ديال الفم. نعم. يعني ما كيكونش انتاج ديال اللعاب اللي قلنا الدور ديالو كيحمي من الاسنان. نعم. كيولي قليل. نعم. وي كيكون الانتاج قليل جدا. كيف كنلاحظوا دائما بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيتناولوا الكحول كيكون عندهم واحد اللون قهوي في الاسنان ديالهم. نعم. نعم. داكوغ. وكيكون الرائحه ديال الفم كذلك كتكون شويه. نعم. فوالا. نعم. دونك هادشي الناس لان الكحول كيدير لنا الشفاف. نعم. في الفم ديالنا ما كيكونش انتاج ديال اللعاب. نعم. داكوغ. نعم. دونك هنايا شنو كنصحوا الناس؟ تغذيه متوازنه. ما كاينش منها. ايوا. وشرب الماء. نعم. مهم. وتنظيف الاسنان مباشره من مورا كل. نعم. وجبه. كل وجبه. نعم. ضروري. نعم. ضروري ضروري جدا. نعم. فين خدينا داك البومبلوموس والفيتامين سي نمشيو نشلو الفم ديالنا باش كنحيدو ديك الحموضه ما تبقاش لنا في الاسنان ديالنا ولاصقه فيهم. طيب استاذه حنا غنواصلوا مع الدكتوره منال الطاهري ان شاء الله في 10 وربع وغنتكلموا كذلك على صحه الفم والاسنان من خلال بعض النصائح اللي ممكن انها تعطينا الدكتوره. مشكوره لاله حنان الازرقي. غدا لنا لقاء وبقيه الاسبوع باذن الله، ودائما مع مواضيع جديده كتخص الصحه ديالنا والتغذيه ديالنا. هذه 49 دقيقه انتم على موجه الاذاعه الوطنيه، ما تغيروهاش.